هلا والله اوضاع العيد هذا ميت بشكل عام. العيد اللي مضى اللي مرقنا فيه كان افضل من هذا بكثير، يعني كانت العالم عم تشتري، كان في اسواق، كان في مبيع، ولسه السنه الماضيه لسه كمان افضل وافضل. اما هذا العيد ميت بشكل عام، يعني مثل انا هلا طول الوقت اللي قاعد فيه على البسطه دوبني كل 5 ساعات لبيع بنطلون وكنزه. يعني اليوم وضع العالم عم تبدي الاكل والشرب عن الالبسه. اليوم الوضع بشكل عام ما في شغل وقليل حركة السوق، كله داير على الأكل وشرب بس. عندي محل ديارة بسوق الكراد هالسنة في هيك شوي حركة وكويس، بس ما مثل السنين يلي قبل، وذلك لسبب انه الاسعار شوي غالية واجمالا 90% من مجتمعنا اساتذة وموظفين، فلهيك هالسنة شوي حركة ابطأ من كل سنة، وبنتمنى لكم عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. وين هو؟